إذن لدينا المتتالية الحسابية، المتتالية الحسابية. المتتالية الحسابية هي متتالية عددي، ولكن ما هي الصفة أو ما هي الميزة التي تميز المتتالي الحسابي؟ نعم، المتتالي الحسابي هي متتالية عددية، كل حد من حدودها ينتج عن الحد الذي يسبقه بإضافة عدد ثابت. أسمي هذا العدد الثابت أساس المتتالي وأرمز له بالرمز D. إذن تعريف المتتالي الحسابي، إذن لاحظ، نقول عن المتتالية العددية أي N أنها متتالية حسابية إذا كان كل حد فيها ينتج عن الحد الذي يسبقه بإضافة عدد ثابت. أسمي هذا العدد الثابت أساس المتتالي وأرمز له بالرمز دي. المتتالي الحسابي هي متتالي عددي أي N. نعم، الحد العام أي N. شو ميزتها؟ ميزتها أن كل حد من حدودها ينتج عن الحد الذي يسبقه بإضافة عدد ثابت. أسمي هذا العدد الثابت أساس المتتالية وأرمز له بالرمز D. على سبيل المثال لنأخذ المتتالية 3 11 14 15 19 إلى غير ذلك. انظر إلى المتتالي العددي. هذه المتتالية من هو الحد الأول؟ أريد الإجابة منكم، من هو الحد الأول طلاب؟ الحد الأول فيها من هو؟ 3. ممتاز. الحد الأول، الحد الثاني قديش؟ أريد الإجابة. ممتاز. الحد الثاني 7، الحد الثالث 11، الحد الرابع 15، الحد الخامس 19، أليس كذلك؟ انظر السبعة كيف نجت من الثلاثة؟ أريد الإجابة. الدوام عليها 4. ممتاز. ال11 كيف نجت من السبعة؟ ممتاز. ال15 شلون نجت من ال11؟ استاذ ايضا بضافت 4. تماما. ارى ان هذه المتتالية العددية كل حد من حدودها ينتج عن الحد الذي يسبقه بإضافة عدد ثابت. العدد الثابت هو قديش؟ 4. يعني هنا في هذا المثال أساس المتتالية دي يساوي 4. إذن هذا هو مفهوم أو تعريف المتتالي الحسابي. متتالي عددي، كل حد من حدودها ينتج عن الحد الذي يسبقه بإضافة عدد ثابت. أسمي هذا العدد الثابت أساس المتتالية وأرمز له بالرمز دي. على سبيل المثال إذا أخذت المتتالية 2 6 10 14 إلى غير ذلك، هذه متتالية حسابية. لماذا؟ لأن خليكم معي طلاب، عم يقول المثال إن المتتالية 2 6 10 14 إلى غير ذلك هذه متتالية حسابية. الحد الأول 2، الحد الثاني 6، الحد الثالث 10، الحد الرابع 14. الست نجت من الاثنين بإضافة الأربعة، العشرة نجت من الست بإضافة الأربعة، الأربعتاش نجت من العشرة بإضافة الأربعة. معناته كل حد من حدودها نتج عن الحد الذي يسبقه بإضافة العدد أربعة. أساسها قديش هنا الأساس في هذه المتتالية طلاب؟ لا أريد الإجابة. قديش أساس المتتالي؟ ممتاز. إذن كل حد من حدود المتتالي ينتج عن الحد الذي يسبقه بإضافة عدد ثابت. أسمي هذا العدد أساس المتتالية وأرمز له بالرمز دي. نعم، هذا يتحقق في المتتالي الحسابي. واضح؟ طبعا انظر لاحظ، في المتتالية الحسابية يتحقق ما يلي. نحن قلنا كل حد ينتج عن الحد الذي يسبقه بإضافة، أليس كذلك، عدد ثابت.
اسمه دي أساس المتتالي. ألا أستطيع القول من أجل حد أي إن زائد واحد، يعني الحد اللي رتبته إن زائد واحد ماذا يساوي؟ ألا يساوي أي إن زائد دي؟ ألا أستطيع القول؟ ألا أستطيع القول أن الحد ذو الرتبة إن زائد واحد يساوي الحد ذو الرتبة إن زائد دي؟ يعني الحد العاشر هو الحد التاسع زائد دي، الحد 100 هو الحد 99 زائد دي، الحد 1000 هو الحد 999 زائد دي، أليس كذلك؟ إذن في المتتالية الحسابية يتحقق من أجل أي قيمة للمقدار N أيا كان يكون العداد N، فإن أي N زائد واحد الحد ذو الرتبة N زائد واحد يساوي الأي N زائد دي، الحد ذو الرتبة N زائد الأساس دي. نعم، كل حد من حدودها ينتج عن الحد الذي يسبقه بإضافة عدد ثابت. قلت في المتتالية الحسابية يتحقق من أجل أي قيمة للمقدار إن، فإن أي إن زائد واحد يساوي الأي إن زائد أساس المتتالية دي. نعم، ألا أستطيع حلق إذا نقلت الأي إن إلى الطرف الأيسر ما بصير ناقص أي إن؟ ألا أستطيع أن أقول أن أي إن زائد واحد ناقص أي إن يساوي دي؟ نفس العلاقة هاي، انه اي ان زائد واحد يساوي اي ان زائد دي. اذا نقلت الاي ان الى الطرف الايسر، انا استطيع القول ان اي ان زائد واحد ناقص اي ان يساوي دي، اليس كذلك طلاب؟ معناته شو بيعني هذا الكلام؟ انه الفرق ما بين حدين متتاليين ماذا يساوي؟ اريد الاجابه. ناتج طرح حدين متتاليين طلاب ماذا يساوي؟ ممتاز، يساوي أساس المتتالية دي. أحسنتم جميعا، ناتج طرح أي حدين متتاليين يساوي أساس المتتالية الحسابي. هذا الكلام يتحقق في المتتالي الحسابي. ناتج طرح أي حدين متتاليين، ناتج طرح أي حدين متتاليين يساوي أساس المتتالي الحسابي اللي هو دي. مثلا لدي المتتالي الحسابي 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. هذه المتتالي الحسابي طلاب ما هو أساسها؟ أريد الإجابة على السريع. ما هو أساس هذه المتتالي؟ 3. ممتاز، 3. 6 نجت من 3 بإضافة 3، 9 نجت من 6 بإضافة 3، 12 نجت من 9 بإضافة 3، وهكذا. أرى أن أساس هذه المتتالي الحسابي هو العدد 3، معناته دي يساوي 3. انظر، 6 ناقص 3 يساوي 3، 9 ناقص 6 يساوي 3، 12 ناقص 9 يساوي 3. ناتج طرح، أبدعم هاي الفكرة في المتتالي الحسابي، ناتج طرح أي حدين متتاليين يساوي أساس المتتالي. المتتالي الحسابي ناتج طرح أي حدين متتاليين يساوي أساس المتتالي. واضح طلابنا تعريف المتتالي الحسابي ومفهومها؟ هل أحد منكم لديه سؤال أو استفسار حول مفهوم وتعريف المتتالية الحسابية؟ لا أستاذ، تمام، لهنا، يعطيك العافية. تمام، انظر إلى هذه الملاحظة. قال تتعين المتتالية الحسابية بمعرفة الحد الأول أي واحد والأساس دي. أنا في الدروس السابقة قلت تتعين المتتالية الحسابية إما بحد عام أو بعلاقة تدرجية. تتعين المتتالي العددي بمعرفة حد عام وعلاقة تدرجية. هلأ أنا خصصت الدراسة من أجل المتتالي الحسابي، كيف بتتعين؟ بمعرفة حدودها. تتعين المتتالي العددي بمعرفة حدودها. هون تتعين المتتالي الحسابي بمعرفة الحد الأول والأساس. لتعيين المتتالي العددي لازم للحد الأول ولازم للأساس. تتعين
المتتالي الحسابي بمعرفة الحد الأول والأساس. مثلا أو مثال، اكتب الحدود الخمسي الأولى من المتتالي الحسابي، راح يطلب مني خمس حدود من المتتالي الحسابي التي حدها الأول أي واحد يساوي الخمسة وأساسها دي يساوي السبعة. اكتب الحدود الخمسة الأولى من المتتالي الحسابي التي حدها الأول أي واحد يساوي الخمسة وأساسها دي يساوي السبعة. إذن اكتب الحدود الخمسة الأولى من المتتالي الحسابي التي حدها الأول أي واحد خمسة وأساسها دي يساوي السبعة. لاحظ طلاب، الحد الأول أي واحد قديش؟ الحد الأول أي واحد قديش؟ الحد الأول خمسة. تمام. الحد الثاني مين لازم يكون أي اثنين؟ هو أي واحد زائد سبعة. أنا أخذت قانون في المتتالي الحسابي، أي إن زائد واحد يساوي أي إن زائد دي. من أجل أي قيمة لإن؟ من أجل أي قيمة للعداد إن يتحقق أي إن زائد واحد يساوي أي إن زائد دي. معناته الحد الثاني أي اثنين يساوي أي واحد زائد دي، الحد الثالث أي ثلاثة يساوي أي اثنين زائد دي، الحد الرابع أي أربعة يساوي أي ثلاثة زائد دي، أليس كذلك؟ انظروا جميعا إلى الحل. لاحظ لما إن يساوي الواحد، لما العداد إن يساوي الواحد أي واحد يساوي الخمسة، لما إن يساوي اثنين شو معنى شيء قانونون بنقدر نستغني عنه. لاحظ لما إن يساوي اثنين الحد الثاني ماذا يساوي؟ الحد الذي يسبقه زائد دي، أليس كذلك؟ أي اثنين يساوي الحد الذي يسبقه. مين الحد اللي بيجي قبل الحد الثاني؟ أريد إجابة. قبل أي اثنين مين؟ مين بيجي قبل؟ قبل أي اثنين مين؟ أريد إجابة طلاب. الحد الذي واحد. تماما. معناته لما إن يساوي اثنين الأي اثنين يساوي أي واحد زائد دي. الأي واحد بعرفه والدي بعرفه، خمسة زائد سبعة والذي يساوي 12. لما إن يساوي ثلاثة، لما العداد إن يساوي ثلاثة، أنا مش هنحصل على أي ثلاثة، أقول أي ثلاثة يساوي أي اثنين زائد دي. الأي اثنين 12، هذا الحسبته من شوي، زائد الأساس دي سبعة، 12 زائد سبعة والذي يساوي 19. لما إن يساوي الأربعة، لما العداد إن أربعة، هذا يؤدي الأي أربعة يساوي أي ثلاثة زائد دي، أليس كذلك؟ الحد اللي بيجي قبل الحد الرابع هو الحد الثالث، الحد اللي بيجي قبل الحد العاشر هو الحد التاسع. أي حد ينتج عن الحد الذي يسبقه بإضافة عدد ثابت هو أساس المتتالي. أي أربعة يساوي أي ثلاثة، الأي ثلاثة طلع معي 19، زائد دي 19 زائد 7 والذي يساوي 26. بقى عندي الأي خمسة، هاي لما إن يساوي الخمسة هذا يؤدي الأي خمسة. ماذا يساوي الأي خمسة؟ الحد القبل الخامس هو الرابع، أي أربعة زائد دي، خلوني أعوض 26 زائد قديش الأساس؟ الأساس 26 زائد 7 والذي يساوي 33. وأنا أستطيع حساب الحد السادس والحد السابع والحد الثامن إلى غير ذلك. واضح؟ واضح طلاب؟ تتعين المتتالي الحسابي بمعرفة الحد الأول أي واحد والأساس. تتعين المتتالي الحسابي بمعرفة الحد الأول أي واحد والأساس دي. يعني مجرد أنا عرفت الحد الأول أي واحد وعرفت الأساس دي، أستطيع تعيين حدود المتتالي الحسابي. تتعين المتتالية الحسابية بمعرفة الحد الأول أي واحد والأساس دي. يعني مجرد أني عرفت الحد الأول وعرفت الأساس، بقدر أوجد أي حد من حدود المتتالية الحسابية.